السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكوفر برايمري 2، الصف الثاني الابتدائي، ترم 2 الترم الثاني، ولسه بنكمل مع بعض شرح شابتر 2 أو الفصل الثاني، Cities and People of the Nile، Cities المدن and people والناس of the Nile الخاصين بنهر النيل، المدن والناس الموجودين على مجرى نهر النيل. وكنا انهينا المرة اللي فاتت شرح حتى نهاية page 51 أو صفحة 51. النهاردة هنبتدي نشرح مع بعض page 52 أو صفحة 52 وعنوانها where will we visit. where يعني أين، will we visit، will we يعني نحن سوف، will يعني سوف، we نحن، visit نزور، احنا هنزور فين، المكان اللي احنا هنزوره ده موجود فين. وطبعا ده سؤال، ففي النهاية بتاعت السؤال بنكتب هنا question mark او علامة استفهام. وبيقول لنا هنا look انظر at the map، at the map على الخريطة، add direction words، add direction words أضف الكلمات الخاصة بالاتجاهات، direction يعني اتجاه، words الكلمات، to the compass rose، to the compass rose للبوصلة، للرسمة بتاعت البوصلة. طبعا الكومباس روز أو الرسمة الخاصة بالبوصلة اللي بتبقى موجودة على الماب، واحنا عرفناها قبل كده، وطبعا ده شكل الكومباس زي ما عرفنا كلنا، وده شكل الكومباس روز أو الرسمة الخاصة بالكومباس أو الرسمة الخاصة بالبوصلة. وهنا بيقول لنا circle ضع دائرة حول the cities المدن، we plan اللي احنا خططنا to visit علشان نزورها، add cities أضف المدن، we will visit اللي احنا سوف نزورها، التي سوف نزورها، to the map، to the map للخريطة، if لو any are missing أي واحدة فيهم missing أو مفقودة مش مكتوبة على الخريطة يعني، فلو في أي city أو أي مدينة إحنا هنزورها مش موجودة هنا على الماب، أنت تعمل لها add، هتكتبها وتحط حواليها circle كمان لو هي كانت missing city أو مدينة مش موجودة على الخريطة. يبقى مرة تانية where will we visit، look at the map، add direction words to the compass rose، circle the cities we plan to visit، add cities we will visit to the map if any are missing. وهنا بيقول لنا list the cities، list the cities يعني اصنع قائمة بالمدن، in the order that we will visit them بالترتيب اللي احنا هنزورها بيه، list اصنع قائمة the cities بالمدن، in the order بالترتيب that we will visit them اللي احنا هنزورها بيه. فمثلا هنكتب هنا أسوان، هنزور أسوان، بعد كده لوكسور، هنكتب هنا لوكسور، بعد كده جيزة، هنرجع على الجيزة، بعد كده فيوم، هنكتب الفيوم، بعد كده هرجدة، هنكتب هرجدة أو الغردقة، بعد كده هنرجع كايرو تاني أو المدينة اللي احنا كنا عايشين فيها. ممكن أي حد فيكم يا أصدقائي يكتب cities تانية أو مدن تانية، مفيش مشكلة، مفيش إجابة نموذجية، المهم إن أنت تعرف تعمل list أو قائمة بالcities أو بالمدن اللي أنت هتعمل لها visit وهتزورها في التريب بتاعتك أو في الرحلة بتاعتك. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي ونوصل لبيج 53 أو صفحة 53 وعنوانها our itinerary. itinerary يعني مسار الرحلة، أي رحلة في الدنيا، أي trip أو أي journey في الدنيا يا أصحابي بيكون ليها itinerary. itinerary يعني المسار الخاص بالرحلة، طبعا يعني المسار الخاص بالرحلة ده بيوضح لي الروت، الروت أو المسار اللي احنا هنمشي عليه. يعني مثلا أنا هطلع من كايرو أو من القاهرة هروح على أسوان، بعد كده هروح بعد ما أقعد في أسوان شوية واستمتع بالتريب بتاعتي هرجع على لوكسور،
بعد كده بعد ما اقعد في لوكسور شوية ممكن ارجع على الجيزة علشان ازور البيراميدز او الاهرامات، بعد كده ممكن اروح على الفيوم اتفرج على الطبيعة الجميلة، بعد كده ممكن اروح على هرجدة انزل البحر شوية واستمتع بوقت شوية، وبعد كده ممكن ارجع على كايرو تاني او على المدينة بتاعتي ايا كان هي انهي مدينة بالظبط، وده اسمه الايتينري او المسار بتاع الرحلة بتاعتي. فالايتينري او مسار الرحلة هو اللي بيوضح لي انا هتحرك ازاي والبليسز او الاماكن اللي انا هعدي عليها. فهنا بيقول لنا write the names، اكتب الاسماء of the cities الخاص بالمدن in the order، بالترتيب you will visit them اللي انت هتزورها بيه. بعدين بيقول لنا هنا record، سجل the type of transportation، نوع وسيلة المواصلات you will use اللي انت هتستخدمها to travel لتسافر to the next city، to the next city للمدينة التالية. كل مدينة احنا هنكون موجودين فيها هنركب بعد كده transportation علشان نروح next city او المدينة التالية. عايزين نكتب بقى كل transportation من transportations دي او من الوسائل بتاعة المواصلات دي اللي هنتحرك بيها من city للتانية او من مدينة للتانية. بعد كده بيقولك estimate يعني احسب يعني قدر، and record وسجل the distance المسافة between cities بين المدن. يبقى مرة تانية our itinerary المسار الخاص بالرحلة بتاعتنا write the names of the cities in the order you will visit them، record the type of transportation you will use to travel to the next city، estimate and record the distance between cities. وبعدين هنا رسم لنا رسمة جميلة قوي، فبيقول لنا هنا start البداية hometown المدينة اللي فيها الهوم بتاعي، المدينة اللي انا طالع منها وفيها البيت بتاعي، فاكتب هنا مثلا كايرو او القاهرة، وهنا transportation او وسيلة المواصلات اللي انا هركبها واستخدمها علشان اروح next city. فمثلا انا هروح اسوان، فانا افضل ان انا اروح اسوان مثلا بالبلين او بالطيارة، فاكتب هنا بلين او بطيارة. وطبعا هنا بيقول لنا write distance، اكتب المسافة to next city للمدينة التالية in the arrow في السهم. طبعا هنا عمل لنا arrow او سهم صغير بين كل city والتانية على شكل مثلث كده، فنكتب هنا الdistance او المسافة. فمثلا الdistance او المسافة بين كايرو واسوان مثلا 460 كيلومتر او 460 كيلومتر. واحنا عرفنا المرة اللي فاتت ازاي ممكن نعمل estimate او نقدر ونحسب الdistance between cities او المسافة بين المدن على الماب. فمثلا لو كل سنتي على الماب بيساوي في الحقيقة 100 كيلومتر، يبقى لو عندنا 4 سنتيمتر او 4 سنتيمتر على الماب، ففي الحقيقة دول بيساوي 400 كيلومتر او 400 كيلومتر وهكذا. فهنقيس المسافة بين cities وهنكتب هنا الdistance او المسافة بين كل city والتانية احنا هنعمل لها visit، فهكتب هنا مثلا 460 كيلومتر او 460 كيلومتر. بعدين هنا هروح اسوان، فهكتب هنا اسوان. لما اوصل اسوان عايز بعد كده اروح لقصر، بعد ما اقعد في اسوان شوية عايز اروح لقصر، فانا مثلا ممكن اروح لقصر using train او using bus، ممكن اروح لقصر بالقطر او بالاتوبيس، فاكتب هنا train او قطار. المسافة مثلا بين لقصر واسوان حوالي 240 كيلومتر 240 كيلومتر، فهنكتب هنا 240 كيلومتر او 240 كيلومتر. بعدين بعد ما اوصل لقصر عايز اروح الجيزة او محافظة الجيزة علشان ازور البيراميدز او الاهرامات، فطبعا انا ممكن اروح الجيزة عن طريق استخدام البوت او القارب علشان تبقى رحلة نيلية ممتعة، فهكتب هنا بوت او قارب. والمسافة بين لوكسور والجيزة مثلا بتساوي 400 كيلومترز
400 كيلومترز او 400 كيلومتر، فهنكتب هنا 400 كيلومترز ونتنقل البيج اللي بعد كده. خليكم معايا، هنا وصلت للجيزة يا اصحابي، فهنا كاتبين جيزة زي ما احنا شايفين قدامنا. هنستمتع بوقتنا في الجيزة وهنروح البيراميدز، وبعدين عايزين نتحرك ونروح الفيوم، فممكن نروح الفيوم باي باص، فهنكتب هنا باص، هنروح الفيوم بالاوتوبيس. والمسافة بين الفيوم والجيزة هتكون مثلا حوالي 200 كيلومتر او 200 كيلومتر، فهنكتب هنا 200 كيلومتر. وبعدين هنا وصلنا الفيوم، عايزين نروح من الفيوم لهرجدة، هرجدة او الغردقة، وهنتحرك على هرجدة. المسافة بين الفيوم وهرجدة مثلا 500 كيلومتر، فهنكتب هنا 500 كيلومتر. هنا وصلنا هرجدة، عايزين نرجع كايرو تاني، ممكن نرجع كايرو باي بلين او بالطيارة، فهنكتب هنا بلين. والمسافة بين هرجدة وكايرو حوالي 470 كيلومتر او 470 كيلومتر، فهنكتب هنا 470 كيلومتر او 470 كيلومتر. وهنكتب هنا في الاخر كايرو، هنا بيقول لنا فينش، فينش يعني النهاية، او فينش يعني في النهاية. هوم تاون، هوم تاون المدينة اللي فيها بيتي، فهكتب هنا كايرو. وبيقول لنا هنا سؤال جميل قوي يا اصحابي، بيقول لنا what is the total، ما هو الاجمالي distance، المسافة traveled اللي احنا سافرناها. فهنا المفروض احنا هنجمع كل الديستنس او المسافة اللي سافرنا عليها، اللي احنا سافرناها بين كل السيتيز او كل المدن، وهنكتب هنا المجموع بتاعها. بيقول لنا مرة تانية what is the total distance traveled، ما هو اجمالي المسافة اللي احنا سافرناها. فهنجمع هنا، فهنجمع كل المسافات اللي احنا سافرناها وهنكتب هنا التوتال او الاجمالي بتاعها، ونتنقل البيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج 55 او صفحة 55، وعنوانها vocabulary itinerary، itinerary او مسار الرحلة. vocabulary طبعا الحصيلة اللغوية، الكلمات الجديدة. itinerary، itinerary يعني مسار الرحلة زي ما عرفنا من شوية. وهنا بيقول لنا think about، فكر في، your own definition، your own definition تعريفك الخاص، for the new word، for the new word للكلمة الجديدة. complete the chart، complete أكمل. فهنا بيقول لنا vocabulary word أو الكلمة الجديدة اللي احنا المفروض نعرفها، فهنكتب هنا itinerary، itinerary أو مسار الرحلة. وبيقول لنا هنا your definition، your definition التعريف الخاص بيك، و illustration، illustration رسم توضيحي. ف your definition المفروض ان احنا نعرف الitinerary، فهنعرفه ازاي يا اصحابي؟ المفروض ان احنا نقول هنا ان الitinerary is the planned route for a journey، the planned route يعني المسار المخطط، for a journey، for a journey لرحلة من الرحلات. يبقى الitinerary مرة تانية هو a planned route، هو مسار مخطط، for a journey لرحلة من الرحلات. والمفروض هنا هنرسم illustration أو رسم توضيحي، فهنرسم هنا مثلا map أو خريطة، هنوضح عليها الروت أو المسار بتاعنا بين كل city والتانية. وكمان ممكن نرسم transportation أو الوسيلة بتاعت المواصلات اللي احنا هنتحرك بيها من كل سيتي للنكست سيتي او للمدينة التالية، فده هيوضح معنى كلمة itinerary، itinerary او مسار الرحلة. وهنا بيقول لنا في الاخر how did you use، كيف انت استخدمت this word، هذه الكلمة in class، in class في الفصل. احنا استخدمنا ازاي كلمة itinerary في الفصل؟ فمثلا انا ممكن اقول الكلمة دي في جملة مفيدة، فاقول مثلا our itinerary او المسار الخاص بالرحلة بتاعتنا is from Cairo to Hurghada then Luxor and Aswan then get back to Cairo. يبقى المسار الخاص بالرحلة بتاعتنا هو ان احنا نروح من كايرو لهرجادة، نروح من القاهرة للغردقة، بعدين نروح لوكسور واسوان، بعدين نرجع كايرو مرة تانية. زي ما اتفقنا قبل كده يا اصحابي ان هنا مفيش اي اجابة نموذجية،
المهم ان انت تبقى عارف السؤال بيطلب منك ايه وتفكر في الاجابة وتستخدم الفوكابيولاري او الحصيلة اللغوية بتاعتك علشان تكون جملة مفيدة تجاوب بيها على الاسئلة هنا، وفي نفس الوقت تستخدم خيالك وتعرف تفكر في اجابة تكون شكلها حلو. وفي الختام اتمنى ان انت تكون استفدت من درس النهاردة. لو استفدت من الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو، والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. ولو حابين تتابعوا فيديوهات كوميدية جميلة تقدروا تتابعونا على قناتنا الجديدة بوديو بيدو فلاش فلاش، والرابط بتاعها موجود في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.